نتكلم على مشكله التحليل الشعبي في السرايا الحمراء المتوسط قناه العاصمه المدينه طرابلس. 5 التعديات على المواقع والمعالم والمدن التاريخيه عامه تشمل جذب الاراضي سواء بحثا عن الاثار بصوره غير بسبب الجفاف والحراره خاصه في فصل الصيف حيث الجفاف وارتفاع الناس ضد المفهوم هذا من الجفاف في الارض وجرف الاثار اللي سيجه بالكامل حدثوا مراقبة الأثار في سنستف حساسة ونتيجة انقطاع التيار الكهربائي تتعرض جدا. طبعا هو طبعا نتيجة التعرية يعني والتجميع والأماكن هذه طبعا جزء من الصور في هذه تعرض مورد ثقافي مادي ولا مادي يعني في يعني قيمة الأثار يعني بخصوص الأثار احنا ركزنا على الأثار باعتبارة جزء يعني منسي أثار ليبي يعني في جيل جديد يعني تربى ما يعرفش حتى الأثار. فرصة للتناول النقاش مع الأستاذة ربيعة مراقب مراقبة الآثار طرابلس. جانب الفني له مؤسسات مختصة مثل مصلحة الآثار وزارة السياحة المركز الليبي للثقافات. دور الموروث الثقافي في السياحة، نحن قبل ما نحكي عن السياحة والوضع اللي مر به البلاد الآن وحالة الركود الآن يجب أن نحن نحمي موضوع السياحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مسبوقة نهائية. فنحن نطلبوا احنا ركزنا في جانب دور الأثار يعني المهمش المنسي اللي نحاول نبقى نفعلوه نحاول نبقى نوصل صوتنا كمركز للجهات المختصة على رأسهم الحكومة الليبية انه يراو في مورود وموروث نفس الوقت يعني انه هو يعني يجب الدولة يعني تعيد فيه النظر باعتبار أنه عنصر مكمل في الموارد الاقتصادية والمحلية من حيث السياحة ومن حيث الموروث يعني زي الدول ما نبوش نقول الدول العالمية آخر حاجة حتى دول الجوار في الاهتمام في السياحة في الاهتمام بالأثار باعتبار أنه مهم عنصر أساسي في الدخل للخزانة الليبية وفي نفس الوقت نبنى ما يعاني ليفي من تهميش من حيث التخريب من حيث صرخة الأثار ونحاول وفي نفس الوقت المركز هذه تمهيد لمحاضرة بحثية علمية في تعاون كافة الأجهزة الأمنية والأعضاء هيئة التدريس والبحات في إن شاء الله بإذن الله في نص شهر سبتمبر في حماية الموروث الثقافي المادي ولا مات وعلى رأس ملاتها في السرايا الحمراء إن شاء الله بإذن الله. خير تمام ماشي في حتى في حفريات أو في شغل خذينا على عزتنا التوعية تعريف مواقعنا الأثرية الحماية كذلك في 2018 دخلنا في مدينة لدة عملية تنظيف لمدينة لدة ودخلنا بعض المؤسسات المجتمع المدني كذلك بعض المدارس معنا. سبب المنظمين والمسؤولين للقوات المحلية وسبب هدوء أيضا في فرع المطار. عملية التقييم مبدئيا هذه هي ما زالت تتراوح يعني مثلا الكثير من الانتقادات والكثير من السلبيات. الجانب الاخر لو نبغوا نربوه بالسياحه مثلا يعني من المفضل ان تكون في سياحه داخليه حتى لشط البحر. الغالبية تمشي لتونس. أنت عندكم حرب عرض من تونس لكن الناس تمشي تصيف في تونس، شو السبب؟ ما زالت ليبيا لديها تاريخ ولها عمق كبير جدا في الحضارات الدولية والعالمية وكذلك جزء هام آخر وهو الصناعات التقليدية واللي احنا ورثناها عن ابائنا واجدادنا واللي حقيقه تتميز بها ليبيا عن بدرجه كبيره جدا حيث نجد ان هذه الصناعات متنوعه ومتراميه الاطراف وفي كل المناطق الليبيه واللي هي تستمد قوتها من المواد الاوليه اللي موجوده في المناطق هذه سواء كانت صناعه الخزف والفقار اللي هي حقيقه تستمد المواد الاوليه من ماده الطين وهي موجوده في منطقه غريان أو الصناعات الصوفية أو صناعة الملابس التقليدية واللي تزخر بها مدينة طرابلس بجمالها وبتنوعها، صناعة الحرير كذلك، الصناعات الجلدية واللي تزخر بها مدينة غدامس وغات وبعض المدن الأخرى، الصناعات مثلا السعافية واللي هي مشتقة من شجرة النخيل واللي حقيقة لاقت رواج كبير جدا حتى على مستوى اللي هو السوق الدولي وتسويقها وغيره، فهذه الصناعات لها دور كبير جدا في التنمية وفي الاستقرار للمجتمعات المحلية. كافة موظفينا في الإشراف على هذا. عميل دعم الجهات الخدمات الآثار، الدعم يكون معنوي ومادي. المعنوي طبعا بتضافر الجهود بين أصحاب الآثار مثلا وزارة السياحة ومنظمات المجتمع المدني، إنهم كلهم يتكافئوا في دعم هذه الجهات معنويا وماديا، كيف ماديا. الغرب كذلك أتكلم عليه الموضوع الموروث الثقافي الحقيقة موضوع
شائك ومتشعب تحدثنا فيه كثيرا، ويبدو أن اهتمامات المسؤولين في الدولة والدولة بشكل عام السابق والوقت الحالي آخر اهتمامات الموضوع الثقافي بالرغم من حساسية هذا القطاع. طرابلس كيف العسل في الفم، شوفتها تزيل الهم والغم، عز الجار فيها وكل غريب ديديها، جوهرة الألماس طرابلس السمحة والثقافة والرقي تلبسها بلمحة، حلة الخطيفة وعروس سمحة مزينتها وصيفة.